يا جماعة تخيلوا، دي دعوة عيد ميلادي، ما تفوتوش أكبر حفلة في السنة السبت الجاي في بيتي إن شاء الله. إيه خبر؟ بصي هنا، دي تالين، دي شكلها مستنية دعوة. إزاي؟ وريني كده. طيب تعالي نتبسط شوية. نرجس أهلا، إزيك؟ في حاجة؟ لا مفيش، احنا بس مش بنشوفك كتير غير في المكتب. على اي حال ممكن نساعدك في حاجه؟ إيه لحظه كده، هو انت كنت فاكره ان انت هتاخدي واحده من دول؟ انا فكرت بان كل الناس. انت كيوت قوي ان انت فكرتي كده، لكن هي اكيد مش هتعزمك، انت اكيد بتهزري. تالين، الحفلة دي مش بالظبط للناس اللي زيكي، يعني أفهمك إزاي؟ يعني مش للناس اللي بتقضي وقتها كله في المكتبة. ما فيهاش زعل، بس انتي مش هتعملي حاجة في حفلة زي دي، انتي مش بتعرفي تعملي حاجة غير انك تقري كتب وبس. أنا ممكن أكون، يعني أنا بحب أروح حفلات مختلفة. ما فيش حاجة شخصية بيني وبينك، بس احنا بندور على ناس فعلا بتعرف تستمتع بالرحلات، الناس الكل يعني. الناس اللي مش قاعدة طول اليوم راسها مدفونة في الكتب. ممكن لو جربتي تخرجي من القوقعة بتاعتك ممكن تجيلك دعوة السنة الجاية لو كنتي محظوظة. اوف يا حرام، شكلها فاتتك الفرصة. اشوفك في المكتبة بقى يا تالين. ما تنسيش تأكدي الحضور. اه صح، انتي مش هتحضري. انا مش قادره اصدقهم، لازم يكونوا قاسيين كده. انا عملت لهم ايه؟ انا بس كنت عايزه اكون معاهم مره، مش عادله عشان انا مختلفه، عشان بحب اقرا واقعد لوحدي. هم فاكرين انهم من حقهم يعملوني كده. مستحيل، كنت فاكره انهم يعزموني على الحفله. ايه غبيه يا تالين، طبعا مش هيعزموني، كان لازم اعرف. ليو، انت عارف دايما امتى بكون متضايقه، صح؟ انت الوحيد اللي مش بيحكم عليا. انت مش فارق معاك لو انا هاديه او متضايقه، انت دايما هنا، وقت بحس ان مفيش حد غيرك. انت صديقي الوحيد اللي محتاجاه، على الاقل انت وفي، صح؟ شكرا يا ليو، انت مش عارف قد ايه مهم ان يكون معاك حد دايما موجود مهما كان. ممكن يكون كويس اني مش بتمشى مع الناس دول، ما فيش داعي اغير من شخصيتي علشان اكون مقبولة. ترى ازيك؟ شوفي انا لسه جايبة فستان روعة اليوم السبت، متحمسة قوي ان انت تشوفيه. او مش قادره استنى، متحمسه قوي. بس استني بس اسمعيني، انا عندي فكره جامده. طيب تمام، انا سامعاكي، قولي عايزه ايه. شفتي تالين كانت زعلانه ازاي انك ما دعتيهاش على الحفله؟ ايوه فعلا، كانت مش قادره تستنى وتاخد دعوه، عيونها كانت زي عيون البيبي الصغير، بجد كانت مستفزه جدا، عصبتني قوي. بالظبط، عشان كده فكرت ان انا ابعت لها دعوه مزيفه ونعمل فيها مقلب. واو، حلو قوي موضوع الدعوه المزيفه ده، نخليها تحس انها مدعوة وهتكون متحمسة وهتيجي وهي لابسة حلو وهتيجي الحفلة، وتلاقي نفسها احنا مش مهتمين بيها لحد ما نحرجها قدام الكل. بالظبط كده، هتبقى فضيحة، هتبقى محروجة من الكسوف، هتيجي لابسة فستان رخيص. بس مش قادرة اتخيل، وتفتكر نفسها ان هي بقت واحدة مننا وتكتشف المقلب ده في النهاية. ايوه، وبعدين هي مش هتعرف لحد ما يكون فات الاوام، الكل هيتفرج وهي تكتشف انها مش من مستوانا مهما حاولت. انتي بجد عبقرية يا ترى. طيب هنعمل ده ازاي؟ ايه رأيك نكتب لها الدعوة يدوي زي ما عملنا مع الباقي، نكتب لها التوقيت المظبوط. هنكتب لها ان الحفلة هتكون ضخمة وخيالية عشان هي تبذل جهد كبير وتيجي. ايوه فعلا، خليها تيجي وهي مش فاهمة ايه اللي هيحصل فيها، وبعدها نبص عليها لما تكتشف الحقيقة، هي مش هتصدق ان احنا عملنا فيها كده. واحسن جزء ان احنا هنكون بريئين وهنقول لها ايه ده تالين، احنا مش متوقعين نشوفك هنا ونشوف وشها وهو بيجيب الوان. دي هتبقى لقطة الموسم. ايوه دي هتكون اسوأ لحظات هتعيشها طول حياتها. انا هجهز لها الدعوة بكرة وهتأكد ان هي مثالية وهتفتكر ان هي حقيقية. كنت عارفة انك هتوافقي، دايما عارفة ازاي نعمل حاجات ممتعة. الحفلة دي هتكون حديث المدرسة وهيكون فيها تالين وهي محروقة. you
ليو كنت فين؟ انت مش بتفوت الفطار، انت فين يا ليو؟ يا ليو انت فين؟ ايه ده؟ انا مش قادرة اصدق اللي شايفة ده مش معقول. تالين ايه دي عشان تعرفي تتصرفي؟ في ايه؟ انت مين وايه اللي جابك هنا وازاي دخلت؟ تالين انا ليو. ازاي؟ ازاي عرفت اسم قطتي؟ انا قطتك، انا ليو. عارف ان ده صعب تصدقيه لكن صدقيني ده انا. نعم ازاي ده ممكن يحصل؟ انت اكيد بتهزر معايا مش كده؟ مش عارف، انا مش فاهم ازاي ده حصل، بس بجد انا ليو. انا كنت قطتك بالليل، دلوقتي بقيت بني ادم وبقى عندي ايد ورجل وبتكلم، صدقيني انا ليو. بس ده مش ممكن، انت زي القط بتاعي. انا هقولك على حاجة علشان تصدقي، انت دايما بتسيبي الشباك مفتوح شوية لما الدنيا بتمطر عشان انا بحب ريحة المطر. انت كمان كنت بتكلميني لما كنت فاكرة مفيش حد حواليكي، ولما كنت حزينة كنت بتحكي لي كل حاجة. انا سمعتك طول الوقت يا تالين. لا يهدى مش معقول، ازاي ده حصل؟ مش عارف لكن انا هنا دلوقتي وحاسس ان الموضوع غريب كده زي ما انت حاسة. تعرف الحاجة الوحيدة الحلوة انك هتكون معايا في الفطار على السفرة. اهلا يا نرجس، ازيك؟ ازيك يا تالين، ايه اخبارك؟ احنا قررنا نعزمك لحفلة عيد الميلاد، هتكون ممتعة اوي وكل الناس هتكون موجودة. ازاي هتعزميني انا بعد كل اللي حصل، بعد ما عملتولي كده؟ عارفة انا ما كنتش كويسة معاكي قبل كده، بس الناس بتتغير صح؟ وبعدين انتي غريبة اوي، انا كنت فاكراكي هتكوني مبسوطة لما اعزمك على الحفلة، كل الناس هتكون موجودة، هتكون حفلة حلوة اوي، تعالي يلا. معقول؟ يعني انتي متأكدة انك عايزاني انا احضر؟ اكيد طبعا مستنياكي، الحفلة بكرة، هكون مبسوطة اوي لو حضرتي. طيب تمام موافقة احضر الحفلة. بجد فرحتيني اوي، متحمسة اشوفك بكرة، يلا سلام. انا مش قادرة اصدق يا ليون، نرجس عزمتني على عيد ميلادها. الموضوع غريب جدا، انا مش بثق في البنت دي، هي كانت دايما لئيمة معاكي، ازاي تغير رأيها فجأة كده؟ ده مش منطقي ابدا، هي اكيد بتخطط لحاجة. مش عارفة، يمكن مثلا حست بالذنب وبتحاول تصلح اللي عملته معايا، ويمكن ربنا بعتلي الفرصة دي عشان اغير وجهة نظر البنات فيا. انتي عارفة يا تالين ان نرجس مش الشخصية الطيبة اللي هتصلح غلطتها، انا مش عايزك تروحي الحفلة، اكيد ده فخ هي عاملة ليكي. انا عارفة انك خايف عليا، بس انا بجد نفسي احضر الحفلة دي، عايزة اثبت لنفسي ان انا اقدر اكون صداقات واقدر اكون جزء من اشهر شلة في المدرسة حتى لو لليلة واحدة. طيب طيب لو انت مصممة تروحي انا هاجي معاكي، مش هسمح لك تروحي لوحدك، انا مش بثق في نرجس، انا هكون مرافق ليكي ومتأكد لو هتعمل فيكي اي حاجة هترجع على اللي هي عايزة تعمله معاكي. هتكون مرافق ليا؟ انت القط بتاعي. ايوة بس بصي دلوقتي انا بقيت ولد وسيم ورياضي، واكيد نرجس هتشوف ده وهتخاف تعمل لك اي حاجة، مش هتروحي الحفلة لوحدك، هكون معاكي وهراقب الجو، خليني بس افكر هلبس ايه للحفلة بكرة. مش عارفة اقولك ايه يا ليو، هو انت متأكد؟ اكيد طبعا انا صديقك سواء قط او بشري. اهلا بيكم في حفلة عيد ميلادي، انا مبسوطة اوي انكم معايا. ازيكم يا بنات، انا اسفة اني اتأخرت شوية، كمان ملحقتش اجيب اي هدية، بالمناسبة ده ليو ابن عمي لسه واصل من السفر، كان في امريكا ولسه راجع، لا مش هيكون عندك مانع انه يحضر معايا. اه ليو، ايوه ايوه طبعا عادي، اهلا بيك. اهلا بك يا انيس، نرجس مبسوط قوي ان انا شفتك وتعرفت عليكي، تالين كانت قالت لي كتير قوي عن الحفله دي. انا وليو متربيين مع بعض من احنا صغيرين، بس هو شخصيته خاصه شويه، يعني مش بيحب يظهر في الحفلات اللي زي دي، بس مبسوطه ان هو جه معايا النهارده. ايه ده، هي تتكلم جد؟ ده ابن عمها، ده شكله عامل زي الموديل. اه هو وسيم جدا، لكن ليو وتالين ازاي يكونوا قريبين؟ دول مختلفين جدا عن بعض. مش كل حاجة الشكل، يعني هو مش بس وسيم، ده كمان حبوب ولطيف وبيعاملني كويس جدا، ويفي بينا حاجات كتير قوي مشتركة، احلى حاجة فيه انه بيحب يقرأ كتير، دي حاجة انا بحبها فيه، ليو شخص رائع. فرصة سعيدة جدا اننا شفناك، احنا اصلا مش متعودين نشوف تالين مع حد زيك.
بس انا بحب تالين قوي، حتى اسالها صحيته ليه. شكرا جدا ليكي، وانا متاكد ان تالين ليها اصدقاء كتير هنا. طيب يلا بينا بقى نستمتع بالحفله. اكيد طبعا، يلا بينا. هنعمل ايه؟ انا كنت فاكره انك نرجسة تطرديها من الحفله. ايوه فعلا، انا كنت ناوي اعمل كده، بس مضطرين نغير الخطه. انا هفكر لها في حاجات تانية احسن. انا هاخد ابن عمها منها. ودي تفتكري بقى ان تالين هتسمح لك بده؟ هي ما عندهاش اي اختيارات. خلينا نقول ان نرجس لما بتعوز اي حاجه بتعملها. انا هسيب لها ليو النهارده، لكن بعد كده ليو ده هيكون معايا انا. مش معقول ليو الوسيم هيكون مع تالين، هي اخرها تقعد تقرا شويه كتب. طيب وهتعملي ده ازاي؟ لا ده الموضوع ده سهل جدا، انا هخليه يعرف الفرق بيني وبين بتاعه الكتب دي. ده انت شكلك واخده الموضوع جد. احنا هنتبسط قوي، احنا هنشغل تالين وهنبعدها عن ليو. تمام، وسيبي الباقي بقى عليا. ليو اخيرا لقيتك، كنت بدور عليك بقالي ساعة. اهلا، لو بتدوري على تالين هي دلوقتي في الحمام. طيب بس انا ما كنتش بدور عليها، لكن على فكرة مش لازم تستنى. ليه ما نروحش نرقص مع بعض؟ ايه انا ارقص؟ انا مش متأكد، انا مش شخص بيرقص كتير. مش مشكلة، رقصة واحدة بس مش هتندم عليها تالين، اكيد مش هتزعل. طيب تمام، رقصة واحدة بس. لا لا لا، مش دلوقتي، انا لازم ارجع بسرعه. في ايه مالك يا ليو؟ مفيش، انا لازم امشي دلوقتي. ايه ده، هو ماله ده؟ تالين، تالين، ايه ده ليو؟ في حاجه غلط. يا نهار اسود، انت رجعت اوضه تاني. تالين ايه اللي بيحصل هنا؟ والقطة دي بتعمل ايه هنا؟ ايه القط؟ انا لازم امشي دلوقتي حالا، انا حاسه ان انا تعبانه. بس انتي ما كنتيش جايه بالقط، وبعدين فين ليو؟ انا مش شايفاه. نرجس من فضلك خليني امشي، بقولك تعبانه، هكلمك بعدين، باي. ليو انت رجعت انسان تاني. ايوه مش عارف ده حصل ازاي، بس انا زي ما انا بالنهار، اما بالليل بتحول لقط، وانا مش قادر اتحكم في ده. طيب وانت قط بتفتكر كل حاجة؟ بفتكر كل حاجة، مهما كنت في شكل قطة او انسان، انا عارف كل حاجة عنك ومعاكي، سواء كنت قطة او ليو. انا حاسه اني ضايعه ومش فاهمة اي حاجة. وانا كمان، وعمري ما توقعت ان انا هكون انسان، بس انا حاسس ان انا سعيد جدا ان انا قدرت اكلمك وتفهميني واكون معاكي دايما. شكرا لك يا ليو، انا مش عارفه من غيرك انا كنت هعمل ايه. لو مش موجود في حياتي انا ماليش اصدقاء. ايه رايك تيجي معايا المدرسه بكره؟ دي هتكون مغامره جديده، مش متاكد هقدر ادرس ولا لا. مش هتخسر حاجه، تعالى وانبسط، ما تقلقش من موضوع الدراسه، احنا الاتنين هنكون مع بعض. مش عارف، انا حياتي كلها كنت قط، بقدر اخد قيلولة في اي وقت. وقت الدراسة ده بالنسبة لي حاجة مملة قوي. بس تعرفي انا ممكن انام على الديسك، وكمان انا باكل في اي وقت، انا ممكن اتسحب من غير ما حد يحس بيا واكل براحتي. الكلام ده وانت قط، انت لازم تتصرف زي البشر. تالين انتي متأكدة من اللي احنا هنعمله ده؟ لو اكتشف هويتي الحقيقية دي هتكون كارثة.
مفيش مشكلة، ما تقلقش، وانت كمان قلت لي انك مش بتتحول لقطة غير في الليل. ايوة بس انا برضو مش متأكد. خلاص خليك واثق فيا، انا متأكدة انك هتحب الاهتمام ده، جرب بس هتبقى من المشاهير. الحق بص مين موجود هنا تالين مع ابن عمها، فكريني كده عمل معاكي امبارح يا نرجس. او صح افتكرت سابك لوحدك وبترقصي في الحفلة ومشي. طيب تعالوا نروح نسلم عليهم. ليو ازايك، مبسوطة ان انا شفتك تاني، اخبارك ايه؟ ما كنتش متوقعة ان انا هشوفك هنا في المدرسة. اهلا تالين، حبيت ان انا اجي ادرس معايا هنا في نفس المدرسة. بجد هتكون معانا هنا؟ انت لازم بقى تكون مع حد يساعدك ويعرفك كل حاجة هنا في المدرسة، تالين مش هتعرف حاجات كتير قوي هنا. ايوه فعلا تالين مش هتعرفك على المدرسة، هي طول الوقت في المدرسة ومش الشخص المناسب ليك. في الحقيقة تالين مهمة جدا بالنسبة لي، وتعرف حاجات كتيرة عني وعارف انا عايز ايه ومحتاج ايه، فشكرا جدا لكم على تقديم المساعدة. يلا يا تالين لازم نمشي. طيب تمام يلا بينا، ممكن توسعوا لنا بس كده شوية؟ ايوه طبعا اتفضلي. ايه اللي انت عملته ده؟ انت قصفت جبهتهم. ولسه انا هوريهم. انا مش مصدقه ظرفتك للمره الثانيه، هتعمل ايه دلوقتي يا نرجس؟ هو شكله كده مش سهل، هي فاكره نفسها بتتحدى مين؟ انا هوريها، انا هلاقي طريقه اكيد عشان ابعد عنها. طيب هتعملي ده ازاي؟ عندك اي خطه؟ ده دايما معاها ومش بيسيبها. لازم نصبر شويه، هنراقبهم كويس قوي ونختار الوقت المناسب، ووقتها هنفذ خطتي. تالين احنا لازم نمشي من هنا، الوقت اتاخر، انت عارفه انا ممكن اتحول في اي وقت. اهدى شوية يا ليو، لسه معانا وقت، ما تقلقش، بدور على كتاب مهم جدا هنلاقيه ونمشي بعدها على طول. انتي مش فاهمة يا تالين، انا حاسس ان انا مش في احسن حال ومش متأكد هفضل بشري كده لحد امتى. طيب خلاص يلا بينا، وخليك قريب مني. مستحيل اللي انا شايفه ده، تالين عندها سر مخبياه، ده شكلها الحكايه حلوت قوي قوي. ليو هو انت كويس؟ ايوه هكون كويس، اديني بس دقيقه. ايه ده، في حد هنا شكله جعان قوي. ايه ده مش معقول، ليو انت بتاكل زي القطط. يلا يا ليو اضحك للكاميرا وقول مياو. الموضوع مش زي ما انتوا فاكرين، انا لسه ليو، بس ده مش معناه ان انا زي الحيوانات. بس احنا شايفين غير كده، لازم الكل يعرف الحقيقة. خلاص كفاية بقى، خلاص اتنمرتي عليه وانبسطتي، يلا اطلعي برا. ايه ده، صاحبة القط جت تدافع عنه، بس ما تتعصبيش قوي كده، انت لسه ما شفتيش حاجة. تحب اعرف الجميع الحقيقة، وان ليو مجرد قط. هو انا قلت لك كفايه، وقفي اللي بتعمليه ده. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ انت كسرتي التليفون بتاعي، انت اكيد مجنونه، انت عارفه التليفون ده بكام دلوقتي؟ وانا بقى كل ده ما يهمنيش، انت مش من حقك تصوريني من غير اذني. ايه ده، معقول تالين طلع لها صوته بتدافع عن الولد القط؟ قولي اللي تقولي، مش مهتمه، كل اللي عايزه منكم انكم تطلعوا بره بيتي دلوقتي حالا، ولو عملتوا اي حاجه تاني انا هكسر دماغك انت بدل التليفون. بقى كده يا تالين اوعدك ان انا هخليكي تندمي على اللي انت عملتيه ده. ابقي وريني هتعملي ايه، وانا مش هسكت لك مره تانيه. بقى بتعملي كل ده علشان خاطر قط؟ لا ده مش مجرد قطه، ده صديقي الوحيد اللي كان معايا وكان دايما بيسمعني وبيسندني في اصعب اوقاتي، ومش هسمح لاي حد ابدا انه يأذيه. من الافضل اننا نمشي، انا اول مره اشوف تالين كده شجاعه. انا هخليكي تندمي على كل اللي انت عملتيه ده، انت مش عارفه انت بتتعاملي مع مين. لا عارفة، ما واحدة متنمرة متكبرة، ويلا دلوقتي حالا نطلع برا بيتي.
شكرا لك يا تالين ان انت دفعتي عني، انا مش عارف اقولك ايه، ما كنتش عايز الامور تتعقد اكتر من كده. مش مهم اي حاجة، المهم ان انت بخير، انت صديقي الوحيد ولازم اقف معاك وما اسمحش ليهم ابدا انهم يضايقوك. شكرا جدا يا تالين، احنا هنكون افضل اصدقاء للابد.